والله يا ساحر ذا صراحة أنا جا في وقته. هذا وين الساحر اللي جا في وقته. وين مسعود؟ مش مسعود؟ خليه يجي. وين مسعود؟ هذا الساحر اللي جا في وقته. لا مبدأ سلطان صراحة يا أبو سلطان يعني لف شوي عشان أعرف أتكلم. لف شوي عشان أسألك. ايوه حلو خليك معي انت طيب عشان اشوف الجواب. اي بس يعني صراحة يا ابو سلطان يعني هل انت في المدرسة كانت تسوي مثلي؟ لا صدق والله ما اسوي. وش كانت تسوي في المدرسة؟ الله يبقيك وجمل حالك. صراحة اني كويس في المدرسة يعني انا كنت في الاذاعة المدرسية. اذكر مرة اخويا يسوي فيني مقلب. انا ماسك الاذاعة التقديم فسجلت اسمائهم في الطرف يعني واحد القران وواحد حديث وواحد هل تعلم وواحد نسيت هذين الفقرات اللي تصير في الاذاعه الصباحيه. بعد ما خلص المدرب من التمارين وكذا الرياضيه السويديه اللي كانت اعطوني اياها اول. سويدي مساجي هو التمرين؟ التمارين السويديه اي اسمها تمارين سويديه؟ اي طلعت انا لحالي قال خلاص الاذاعه مدرسيه طلعت الحالي ما حد طلع معي. اي وينه؟ اي يطلعون يسوون مقلب يقول خذ تركي يطلع الحالي. فطلعت طبعا المايك اول كان له الى الازرق طبعا الستاند اللي الطويل ذا اللي له ثلاثه ايه ركائز. فطلعت ثبت المايك كذا على الاذاعه بديت اتكلم مقدمه. بعدها انا قريت القران. بعدها أنا قلت الحديث. بعدها أنا قلت هل تعلم أنا حبيت كلها قلت أنت؟ إي والله. الآن مع فقرة هل ظهر الفقرة هل تعلم مع الطالب تركي الدوسري المدير ينصدم يعني ما في إلا الطالب يقول هالفقرات كلها. كان حد أمرين يا أنه ملقوف وأخذ كل الفقرات يا أنه في شيء غلط. بعد ما خلصت جانا الوكيل الله يذكره بالخير ومرضي. فقال وش اللي حاصل؟ والله اللي حاصل هذا اللي حاصل. فأعطاني زيادة درجات وجلدهم جلد الشباب ذكريا. تشكرك ما طلعت وقال والله مسوي لها مقلب فيها. قلت يلا تحملوا الجلد. انا كان يحطني في الاذاعه واغيب اللي اليوم في الاذاعه عشان ما اطلع. والله اني اغيب. ما اجي اليوم اللي في الاذاعه اغيب فيه. انا كنت استانس اني اسمع صوتي في الميكروفون. كان عاد يمكن حوالي ستة السماعات حاطينها جنب على الحوش يجي الصوت لصدى فكنت استانس عليها انا فكريا. مره حطوني في الكشافه. تعرف الكشافه؟ ايه اللي يلبسونك لبس تقول عسكري يلبسوك لبس وتدخل في الفصول على كيفك وتطلع. يوم اعطيتهم ذاك اليوم ثلاث هي في سحتين صح؟ ايه؟ جبت واحده من عندي وفصلني ذاك اليوم على طول من الكشافه وقفوني في الصاله. شلون جبت واحده؟ يوم جت حصل خمسه قلت اطلعوا عقبها فسحه. اه واقسم بالله فصلوني ما خلوني. كان عندكم صلاحيات يعني؟ انا احسب ان عندي صلاحيات اني اسوي على كيفي واخذ على كيفي اثرها بس ترتب وتشوف. كشافه مو رترلات انك ترتب بس. كشافه مو رترلات انك تنظم و... بعدين قلت ميدم يلا عقب الحصه الخامسه طلعوا فسحه من عندي. اطلعوا. وهم المدير ما يدري شو الوضع شوي لا الطلاب صوت الطلاب ظاهرين من الفصول وظاهر في الساحه. اطلع اطلع ارجع ارجع. صدق لا زال طبعا في واحد من مدرسيني طبعا في المتوسط لا زال في تواصل معي بيني وبين الان. يعني شو اقول كان من مدرسينك؟ كان مدرسيني في مرحله المتوسط ما ادري اول او ثاني وحيله بالحين او تقريبا شايفني انا كان عمري 100 سنه يدرسك ود يعني ابوه مثلا 12 سنه وحيلة الحين ما شاء الله عليه. يعني كم عمره؟ تو صغير. لا يمكن بعد حتى الحين اتوقع انه في الخمسينات او 55. وش اللي الخمسينات؟ والله يدرس كوب باربع سنوات. ان شاء الله انه صاحي عشان لا مستحيل مستحيل. الحين المشكلة الحين اسأله كم عمرك بسكر وجهي. ما دام ابوه. الحين الرسالة اللي بيقول شنو؟ صباح الخير. كيف ابو سلطان يدرسك وعمرك؟ صباح الخير استاذ استاذ؟ اي
خاف يقول حل الواجب وبعدين تعال. إذا رد علينا بكلمه. شوف بس مشكلة لو شلت عن عمره بيبكي يا سامي. لا ما يزعل، أنا عارف ما يزعل. والله استلمها. استلمها والله. أنا أزرق. ممكن شيء للفايز الحين أخليكم تسمعون فضايح الحين. أرح أبو أسهل يا أبو سلطان اتس صح ذا نقدر نكلمك أنا في بث وأشوف على جاكم. ليش تقول أنه بث مباشر على جاكم؟ عشان هني كن مستعد تكون مجهز يا فوق. خلاص خليه يدخل معنا ويدعمنا، من هي يعلمنا من هي يدعم. تقول هذا استاذ كبير تقول صاحي انت. استاذ له كم سنه ويستلم راتب يدعم. نقدر نكلم كنا في بث مباشر على جاب. استلم ما رد شكله في فراشه. لا ما يبي يدعم. يقول علمني علوم. لا يكتب. كلمة صوتية. عندك أي؟ خافي عشان تبي جولة. إيه. في جولة أنت صاحي. إيه. شكله بيرفض يقول مكالمة صوتية. هو قال تمام. إيه خلاص. تسمع الفضائح. كبسوا يا الربع كبسوا. اسمع فضايح تحطها كذا لحظه لازم وش اسلم عليه على طول على الناس وش اسلم عليه اسمع كم شيء السلام عليكم السلام الله يسعد صباحك عبد العزيز شلونك الله يسلمك اول شيء انا اعتذر اني اكلم في هالوقت المتاخر الله يسلمك أنا طال عمرك في بث مباشر فالناس قلت في واحد من أساتذتي اللي درسوني أول متوسط وثاني متوسط فقالوا كم عمرك؟ قلت أنا أتوقع في 55 قال مستحيل أحد درسك وباقي فيها العمر تسمع نحطك على السبيكر وبرضه تتكلم عن وجودي ذكرية في المدرسة وتعرف أنا كنت طالب متشاهد ولا لا؟ إيه طيب لحظة أبو عبد العزيز يا مرحبا بك يسمعونك الحين الله يسلمك اول شيء بالنسبه للعمر عادي نسال اي تفضل الله يحفظك كم العمر الان عساك طولت العمر انا من مواليد 71 ميلادي ما شاء الله يعني كم الحين يعني على 53 54 ترى صغير أنا. طيب شلون شفت تركي بالمدرسه والله تركي كان بدا اصلا هي السنه اللي كانت بدايات التدريس في متوسط الجامعة وطبعا كانت الدفعة الأولى اللي هي أول متوسط وثاني متوسط. ما شاء الله. وتقريبا الظاهر إنك في أول متوسط ألف. إيه تقريبا ما شاء الله عليك. نعم صحيح وكانت الفصول الخارجية إذا تذكر يا أبو سلطان. صحيح. إيه نعم. والله إن سبحان الله العظيم يعني في طلاب يمرون على الإنسان يعني ما يمكن يتجاوزه. وتركي أحد الطلاب اللي يعني أول ما تدخل ألقاك بالواجهة على طول والمقاعد حتى الخلفية بالضبط يعني وفعلا تركي كان يعني السمات الهدوء موجودة يعني ما يعني تلاحظ يعني تركي هادي يعني بطبعه رجال عاقل مهم مطفوق مثل ذا اللي جنبي ذا لا ما هو اللي جنبك ولا بعد الله يذكره بالخير مفرج ففي اختلاف يعني تركي يعني تتوسم فيه يعني حتى الكلام معك يعني والنصيحة فما شاء الله تبارك الله يعني ما ودنا نقول شيء في وجهك لكن والله حتى الكلام مو برأيي أنا حتى رأي بعض المدرسين الزملاء الأستاذ منصور والأستاذ مجل وكلنا حتى متفقين على أن في طلاب يعني تتوسم فيهم الإجابة وتتوسم فيهم حسن الخلق يعني من البداية والله يعني ما أقولها مدري لك والله يا أبو سلطان
لكن والله يعني اللي تلاحظ بالمدرسة يعني تعرف يعني المجتمع اللي دام وفيه مجتمع يعني قبلي شوي. صحيح. وأيضا لما توصل دام تجمع جميع القبائل الجبان اللي موجودين في الدام. صحيح. فلازم يجي فيها يعني شوي بعض الطلاب يعني في شوي بعض الانحلالات وداو، ولكن الشهادة لله يعني بسلطان من البدايات توسم فيه الخير. وأنا كنت أحيانا أمس كنت على جنب وتكلم بعض الكلام وبعض النصائح وبعض التوجيهات. والله يجزاك خير، أنت من الناس اللي ما تنسى هذه المواقف دائما تذكرنا فيها. والله يجزاك عنا خير، وهذه اللي أقدر أتذكر من ذيك الفترة. الله أقول الله يطول عمرك ويجزاكم عنا خير الجزاء يعني، ونعم الأساتذة اللي تعلموا منكم الاشياء الكثيره. الله يجزاك يعني الجنه ووالديك. انا اقول هذا نتاجكم، الله يطول عمرك، وهذا حصادكم، وبيض الله وجيهكم. يعني انتم كنتم اباء وكنتم اخوان كبار، وكنتم يعني مهما تكلمنا فيكم مقصرين. والله انا نفخر فيكم ونفخر في الشباب اللي مثلكم، وما شاء الله تبارك الله يعني اذا شفناك على برامج وذا نفتخر. والله نفتخر ونسعد فيك. والله يجعلك ان شاء الله من كذا وازود ان شاء الله من نجاح الى نجاح. وسعدنا بك والله يا الله. الله يطول عمرك. الاخوان اللي موجودين معك سلمنا عليهم. والله يجعل ربي يوفقكم ويسهل امركم ان شاء الله. وامرك الله يطول عمرك. شكرا. الله يطول عمرك واعذرنا على الاتصال المتاخر. الله يسلمك. الله يحفظك. في امان الله. في امان الله. الله يسلمك. سل على النبي. سل على النبي. انت يوم كنت في اول متوسط. قبل كم الحين؟ مو كثير يعني. إيه قبل كم؟ قبل كم يوم أنت أول متوسط؟ يعني كل تقريباً قبل ال كم من الحين؟ كيف العشرين يمكن؟ أتوقع. أول متوسط في العشرين؟ إيه قبل 20 سنة من الآن يعني، أتكلم من الآن. طيب أول متوسط قبل 20 وأنت جاي في المتوسط هنا عمرك 12، 20 على 12 32 عمرك؟ لا أنت تتكلم عن ال لا يمكن لا قبل لا قبل يمكن 30 سنة يا سلامي عليك. قبل 30 سنة وهو توه متعين. اي توه متعين. حلو. طيب هو كان كم عمره؟ صغير يعني 42 سنة. كان كم عمره أول ما تخرج من 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 الجامعة؟ صغير. تخرج ودرس عاد كم عمره؟ على طول يعني. كم المفروض يتخرج من الجامعة؟ كم العمر يتخرج فيه من الجامعة؟ 18 و4 22 بالضبط. جزاك الله خير. 22 على 42 كم؟ سنة 64 سنة. وين جاب وين طرح لها خصم 10 سنين؟ احنا قلنا 30 بس. مش 30. طيب وال 12 اللي قبلها؟ هذه قبل 30 وال 12 اللي قبلها؟ طيب ها؟ ها كم؟ شلون ال 12 اللي قبلها؟ 12 حقتك اللي قبلها. انت مهبول، انت حسب عمره. هو لا يكون لا يكون انت احسب من احسب من 30 سنة الحين، كم عمره وقتها هو؟ كم عمره؟ اي قبل الحين 30 سنة، أنا كنت في المتوسط. اي حلو. طيب قبل 30 سنة عطى هو كم؟ 22. هو يقول عمره 53 سنة. طيب لا يقول 54 سنة بعد. طيب ها احسبها يعني صارت 52. طيب يعني عمره 52 سنتين. قال يلا هذه هدية كرامية مني لكم سنتين دي. تفهم انت الحين وش؟ الحين هو قبل 30 سنة. حلو. زين. حلو. حط عليها 20 كم دي صارت؟ 50. احسنت. يعني كم صار عمره؟ 50. 20 يوم يعني يدرس. كيف يدرس 20 وايد؟ طيب اسمع يتخرج من الثانوي. طيب يا اخي اسمعني، ودحين كم يقول عمره؟ 54. لا 54. طيب حط عليها بعد 24 سنه هي مدرسني. فهمت؟ ابن حلال دقيقه، وش الجامعه من اول سنتين ولا اربع؟ يا اخي الحين اسمع، الحين هو عمره 24 يوم مدرسني. حلو. زين 24. حلو. ضف عليها 30 كم صارت؟ 54. طيب وش 24؟ انت تقول درس على طول. 22 مفروض. طيب 22. طيب 52 سنتين حطها كذا. لا ممكن درس على 24 يعني. شو انت ليش تبيه تدرس على 22 يعني؟ انت تقول انا ادرس على طول. انا اقول لك بعد الجامعه، بعد الجامعه يعني يمكن درسوا على 24 وحط على 30 سنه الان كم؟ 54. 54. طيب ليش انت مستغرب انت؟ انت ليش تحسب 12 سنه عمري انا زياده عليه؟ لا خلاص. طيب 12 سنه عمرك. حلو يا سلام، ما قلنا شيء. 12 سنه عمرك. هو يقول انا توني مدرس. اي حلو. كم صارت الحين؟ انت فهمت اول شيء؟ خلينا نطلع من هو. هو كان عمره 22 سنه. حلو. ضف عليها 30 سنه. حلو. كم صارت؟ كم كان عمره؟ كان 22 سنه. 22 سنه. حلو. ضف عليها 30. 52. احسنت. يلا عادي 52 هذا خلصنا منه. لساتنا على التسني منه. حلو. عشان طيب ها شو بتسال؟ كيف لساتنا على التسني منه؟ خلاص انا وضحت لك الحين. وش اصدرت قرار ما عاد اسال وش ولا وش؟ انا ابي اوضح لك، ابي اوضح لك. هو 22. حلو. حط عليها 30 سنه كم؟ 52. خلاص
انتهينا خلاص خلاص. بس انت متاكد ان قبل 30 سنه؟ اي 30 سنه ممكن يعني معلش ممكن 40 يعني معلش 30 سنه تدري ايش معنى 30 سنه؟ عام كم يعني تصير؟ كم الهجري يخصموها من الهجري كم تصير؟ 30 سنه الان احنا وش نبي به؟ لا ابي افهمك انت انت يعني راسي قسم بالله ما تدري انت متحمس. طيب اتكلم عن درسي لا تسأل عن درسي وش صار وش ما صار الحين انا السنه هذه لا 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 تكلمه اسمعني لا تكلمه ولا تسأل تكفى وش اللي ناح يسوي وش ناح ما يسوي خلها عليك انت والمدح اللي كانت يكفي ما نبي اتكلم احد ولا لا والله ما اتكلم احد خلني انا لو اتكلم البث كم في موجود الحين لا بس السؤال مو بينا 1700 ممكن ما عاد بقى الا 6 السؤال مو بينا وش السؤال على انك تقول انه ما في احد مدرس لك تو عمره في الخمسينات اصدمت صراحه اي معلش انا الحين داخل 43 او 44 الان مع السنه الجديده يعني في طابع عادي جدا أصدمت. لا تحسبها مقدر مدرس صح؟ اي لا الحين مو مدرس لا زال اي والله ماشي ترى درسني بعد ولا اقسم بالله انا درسني والله يا في مدرس انا درسها ودرسني والله العظيم والله العظيم ثم والله العظيم انه يقول يا اخوي سبحان الله اللي خلق بينك وبين تركيا يا اخي اقسم بالله هذا كلام يقول اشغلتنا الله يشغلك اقسم بالله بس كان مبسوط كان مبسوط مجدل درسني كان في المتوسط درسك شو في درسني في المتوسط المتوسط يعني كان الله يصبحها بالخير ترى هو اللي طرحني يا من طالت الكتب وهربت هو اللي طرحني شوف هم بيحصلون فرق كبير انهم درسوا تركي بعدين درسوا بناحية انا اقول الله يعين خلاص عاد الهراية خلاص ما عاد يبون شيء كتب خلاص برضه ظاهر ابو مشبب ولا ذاك هو اوه ابو مشبب الله من درسك اي واحد؟ والله من هو؟ درسني عبد الله ودرسني اي عبد الله عبد الله درسني الثاني بعد ايش اسمه؟ شو اسمه؟ له اسم ثاني بعد. حمير او شيء. يا اخي لب والله قلب ذاك. عبد الله بعد. ونعم بهم كلهم عبد الله هم يقدروهم كلهم ونعم. بس هذاك احبه حب لا يعلمه الا الله. هذاك اللي هربت وجا اليوم الثاني عيني قال كذا. يعني تراني كاشك بس ما يبقى لك شيء. احس شنو قبلنا يوم المعلم الحين. قم للمعلم يوفيه تبجيله. والله لو وفيته تبجيله وانت دابل سبته خل عنك. والله. اي كان قلبنا يوم المعلم يوم تقول ايوه وش كان يعني ما بعد انحشت يا ابو سلطان من المدرسه؟ وين انحشت مره واحده؟ انحشت؟ اي والله من حسن الحظ كان المدير طالع لحقني قبل الحاره والله يوم عثل اسمع البوري كان معاه بترول وطالع كذا له قالت عاد وين رايح؟ والله انا مستاذن من ابو مرضي الله يذكره بالخير ومرضي كان هو المكان الان لنا وطبعا وكيل مدرسه كان متاكد والله متاكد كانت الاجواء زينه وانا اذكر ابوي يطلع على 9 الصبح للمزرعه في الفرصه كان اكيد ترى برجع من المدرسه قلت ترجع خله بس يرجع والباقي انزله وبعدين ايش توقف اصلا؟ شافني يا رجال شاف ولا ما شاف الوعد بكره بكره فيها 100 حلال شوف نظرته لي نظره حلوه يعني ما هي من نظرات ال تدري عاد تدري عاد شلون طلعت من المدرسه؟ كيف؟ مع الباب ما لا جلاب ولا شيء الباب فاتح الاجواء زينه طلعت عكس اللي ما ادري كنت خطرك برا شفت فانا اقول يعني هذه من ال كم يا اخوان ايش تقولون بعمري يا اخوان هذا مدرس يراس لك ايه يقول سعد هذه من بركاتك يقول سعد ولا يقول عساني قلت الكلام اللي بخاطرك لا والله قلت تمام مشكور ابو سلطان وتشرفت فيك شكلك مراسله لحظه اذا في تسجيل لمكالمه ارسلها تسجيل المكالمه؟ هو يرسلها في برنامج ايوه شكلونه بالله؟ اي نعم ارسلوها علينا خلي ابو عبد العزيز يستانس ارسلوها ولا تدري ولا ترسلوها خلوا لا ترسلوها خلوا صراحه انا اتوقع انكم متراسلين بينكم بين لكن عادي يلا انا صراحه ابو سلطان كيف اقول لك؟ انا اتخاف يوم نقلتني عندك في الرياض. نفسك في الرياض لو ادري صحيح كان كلمتك. ها؟ فيصل.
فيصل درسني كان فيصل الحربي. إيه فيصل. فيصل الحربي هو اللي معنا في البرنامج واحد ثاني. تذكر يا أبو سلطان لما يقول معنا واحد تعبان وايد أو أكثر من ناحية. كان أدرس أنا في مدرسة أهلية. وكان أقول لأبو سلطان صراحة كان أقول ميدا يلا أنا رايح أداوم الحين وأطلع على السيارة وأعود وأدخل وأركض ما يدري لجأ الظهر ما شاء الله متى صحيت كنت صحيت الحين توني جاي من المدرسة خذانا ممكن أسبوعين أو ثلاثة لو يدق على أبو سلطان أبو سلطان يلا حيا كيف الحال أبو سلطان خبرني غبت مرة ومرتين شعلوا أمك يا أخي مناحي ليش ما يداوم قال يا غام مرة ومرتين قال يا ابن الحلال وش غبي ولا مرة ولا مرتين قال والله يا في واحد تعبان عندنا كان يداوم أتوقع على كرسي صح يداوم على كرسي والله العظيم يداوم أكثر من مناحي وتقول داوم مناحي ما داوم أنا 13 يوم من 6 شهور يا ابن الحلال وتقول داوم زين سلطان كيف؟ كيف 13 يوم؟ بعدها صار خلاص هو اللي يوديني المدرسة ما عاد فيه ثقة يوديني يرد نفس كذا عند باب المدرسة لين أطلع بس يعني كذا كان قديم الحين الحمد لله تغيرت أبو سلطان مبسوط فيني والحين أبو سلطان يعني ما يقدر يروح مكان اللي أنا معه من السعادة اللي حصلها لو رحت أنا معه يعني هذه كان ماضي هذا ماضي وراح إيش إيه جدا شوف الناس يقول والله أنا صادق يا مناحي مناحي ما ترجع الوادي 80% إنه بكرة دبلت كبدة أنا دابل كبدة لا كلا أنا دبلت كبدة بالعكس بس واحدة هربت مرة واحدة يا سلطان والله إني ما أذكر إني داومت يوم كامل في المدرسة والله اني ما اذكر واني ما ولا اذكر يوم اني داومت ولا وقفت في الصاله يوم واحد داومت ما وقفت في الصاله والله ما اذكر على الاخطاء اللي نشوفها واضح انك ما جيت لا في اخطاء هذه قاموس الاساطير اي واضح انك داومت في الصاله اقسم بالله العظيم اني اداوم في الصاله والله اني اداوم في الصاله بدرجه كان المدرسين اذا حطوا فطورهم يخلون واحد عندهم عشان ما ادخل افطر كان انا ادخل افطر وانحاش ما يدروا من اللي افطر وطلع عشان كذا يقول لا اجلس اجلس واحد مدرسي لازم يجلس في محل الفطور عشان ما حد ياخذ فطور عندكم دوامات ايش عندكم سهرانين للحين؟ انا بعد في الصبح نسير معنا في الصبح؟ لا اللي عنده دوام ولا عنده شيء يروح يرقد ما عنده ايه يا ابو سلطان خلني اسولف انا وياك والله مركزين ذا السؤال بعد بالعكس حلو اما ما عندك كيف؟ عطلي شوف كلهم عطلي الله يبيض وجهك والله اني ما اقرا اسمك بل الله يبيض وجهك اسمه وشو سلطان نبي جوله شوفوا لنا احد جوله بشرب السعد بوم نوم تبون بوم نوم دوسر بيض الله وجهك يا دوسر دوسر ولا ايه بيض الله وجهك خلاص شوف لنا ابو سلطان شفت يبي جوله ولا شيء خلنا ناخذ معه جوله يلا الناس اللي قبل شوي تطلب قصات تعالوا خلنا ناخذ معكم جوله يا مسعود هناك صوتيه عشان تدخلت مع حد لا
على كتاب لي مشغول معناته انه يلعب يعني اي لا في جوله هو مرحبا السلام عليكم سلام ابو اسماعيلي الله حياهم شلونكم طيبين الله يعافيك وشلونك؟ شلونك تلك الدوسري؟ عبد الله شلونك طيب؟ اخباركم طيبين شو صحتكم؟ يلا حيه علومكم انت وينك في الرياض ولا وين؟ انا بالرياض والله شو علومكم؟ شو صحتكم؟ اعلق عندك انت في الرياض ولا وين؟ بالرياض من معك؟ جاتك الجولة عبد الله؟ من معك من الشباب؟ تعلق عندنا حنا؟ لا عندي ادخل الجولة شوف. ها؟ الصالة ضعيف. عند من؟ بيض الله وجيهكم اللي تدعمون. من عندي ولا من عندك؟ عند اي والله عندنا شباب باقي برجين هناك راح تجيبها بيض الله وجهك راح تجيبها كذا اوكي مناحي ايش اخبارك؟ الله حي ايش علومك؟ وشلونك عساك طيب؟ الحمد لله ايش علوم شو صحتك؟ بيض الله وجهك اللي كان تعطيني الدرجة الكاملة في المطبخ بيض الله وجهك كان تعطيني الدرجة الكاملة في المطبخ والله ودي ما طلعت يا ولد اشتاق لكم الله يطول عمرك علومك طيب يعني عبد الله انت تغشش الناس هلا عبد الله بيض الله وجيهكم اللي تدعمون تسمعني هلا اقول لك انت كنت تغشش الناس تعطيهم درجات هم يستاهلونها والله شوف احنا نعطي الدرجات درجه الصح يعني ما نسجب احنا ما نظلم احد وليش تعطي مناحي طيب مناحي كان يستحق الدرجة شوي يعلق ايش بلاه ايش عندك انت شوف هنا الحين كويس يا اخوان ولا اي كويس ترك الدوس اللي سؤال بس ممكن تفضل وش سالفة وش سالفة ال وشو؟ في برنامج يحسون بالعالم كله مهبه الحين. شو قول سالفة ايش؟ والله ما ادري يقول برنامج في العالم وشوف كل من هب مشهور يحسيبه ما ادري وش البرنامج. في برنامج سالفة ايش؟ في برنامج اسمه لحظة ما ادري في برنامج شوف العالم كله ترند شلون طلعت مع مشهور يحسيبه كل العالم تحسيبه. ما فهمت عليك عبد الله. والله وجهكم اللي تدعمون. في برنامج. أقول في برنامج كل العالم. في برنامج. هو اللي صار. في برنامج كل العالم يحتشون بو الحين. معي. برنامج يا ولد ضيعت اسمه برنامج صدمه ما ادري لحظه ما ادري نسمع هنا قول عبد الله قول اقول في برنامج العالم يحطون اسمه لحظه ما ادري صدمه الله وجهكم لحظه وصدمه هو شو ذا البرنامج لا اسمه برنامج لقاء ما ادري عسى ما هو قسمه ونصيب. ايييييي قسمه ونصيب. لا لا مو بزين هذا اللي كان انشيت. امنعنا منه. وش هو ذا؟ برنامج انا اخليطين كله. يا طر جابني والله غريب به الدفء. غاد الدفء. ابشر به الدفء. بس.
شوف العالم كل العالم هلا انت تتابع البرامج اللي زي كذا؟ لا والله ما تابع. شوف اليوم ادخل مع اي مشهور الا حتيبه ما ادري شو السالفه. ولا عين ما تسأل أبو سلطان من ذا البرنامج. ولا هو راع البرامج أبو سلطان يعرف يمكن به. أنا ما أدري عاد، أنا العلم عند أبو سلطان يقول إذا تعرف به شيء ويا أبو سلطان ولا شيء. لا والله ما أعرف يا حبيبي، أنا زين إني أعرفك، خل عاد أعرف الله. يا مرحبا بك، الله يحييك. والله إني أحب أهل الرياض، غاليين أهل الرياض كلها. انت وينك في الرياض ولا والله وين؟ في الرياض. تجينا بكره للحفل ها؟ أيوة اول يوم ان شاء ها. الله يحييك ونشوفك ان شاء الله هناك. ومتى يبدا الحفل؟ باقي حكمنا. مناحي يبي يحكم عليك. وش حكمك مناحي؟ الحكم هنا تغني لنا عبد الله زميلي طريق جبه. يلا عبد الله الزميلي طريق حالي اشمر ما يبقى حياكم الله بعد حيي من برا حيل ومن حيال حياكم الله بعد حيي حياكم الله بعد حيي ناحي جتك الهديه ولا لا؟ عبد الله عدها عبد الله ناحي جتك الهديه ولا لا؟ ابشر ابشر بتجيني بس انت عدها يلا زمان طريق جبا محطة الجنب طريق حايل اشمري مذبقا من برا حايل ومن حايل والله بعد حايل اركب يا مهبول ايش حلوة اسمع ناحي جتك السيارة ولا لا؟ ايه سيارة حقت ابو سلطان. ايه هو خلاني اجلس في الرياض عشان تجي سيارة ولا تجي شيء. ابو سلطان جيب له لعبة امهات 5 ريال. ان شاء الله ابشر هذا اللي انا بفكر فيه اصلا. حطه يطول عمره. والله انا ما صبح العب على عبد الله الزميلي طريق الجبه اخرتها كذا. كرتون. وش ثبت وجهك كذا؟ حطه بكرتون في الليل الابيض هذا وخليه يفتح يا عبد الله. هلا اخر شوي لا يكون نزل. هلا لا كان ان الشبكه هنا الحمد لله حسبنا زين لا بس شكل شبكه تعبانه عندنا خلاص دخلت انت المنطقه اللي شبكتها رايح بكري الحين لازم تكفل طيب نشكر الدعم يا ابو سلطان بس ابو ناحي راح نوقري انت ناحي ان شاء الله اليوم ان شاء الله بالليل ها ابد ابد ارحب ناحي رايح للقريه اي باذن الله ابشر ابشر الحين رايح للقريه اي رايح للقريه الحين عشان اسولف انا ودرويش وش ابي في القريه الحين انا يلا عبودي شوفك ها دعتك الله يا عبودي حبيبي مع السلامه بسم بالله كان يوم في البرنامج هو مذيع بس ما اخذ جميع الصلاحيات اللي يطلع يصوره واللي يجلس يصوره واللي وجيه المتسابقين كلهم عنده ابن امه بس احد يطلع من البرنامج حبيبته ونعم 20 نعم احسن ما فينا لقى الطبخه قال انت احسن واحد انا وياه ابو زميلي أبي أوقف دقيقة أشكر ضالة بعدين أقفل عشان نجينا الخط اللي ما فيها أشكر الدعمي بس أنا بنقفل يا الربع عشان نجينا الخط اللي ما فيه شبكة أنا بنقفل نبي المليون أتوكم 500 ما يمدي وش والله أنا قطع يمدي خلاص تكبيس كبس ويا الربع خلينا نوصل مليون ونقفل ليك كم وصلوا الحين 600 بقى 400 يفصل عليك يا لا ان شاء الله طب نفتح عليك يا لا تعال
خلاص كم شو لين توصل لي 5 مليون؟ شي زعل؟ مو زعل بقدا راسل هنا. راسل فرحتك جي على ما يراسل غيرك يا حياتي يا قلبي أنت. أروح أنا جوال في يدك أبو سلطان. أجي أنا قلم في مخباك. والله تصدق بيجي قلم في مخباك أبو سلطان. كبسه يا ربع كبسه. والله أنا بيقوم يقطع الحين وبنطلع وأولنا ما خلص المليون. وش رأيكم في مسيار في الصبح؟ وش رأيكم؟ ليه؟ ما في ناس يقول انتها مناسبة ترى حلوة والله نبي سبيس ما انا بعرف له ولا انا بعرف حتى حكي ذي والله ما انا بعرف حكي ذي هذا يحكي منه وهذا يحكي منه وهذا يحكي منه وهذا يحكي منه ولا انا بعرف وش ارد على ذا ولا ارد على ذا ولا ارد على ذا انا ما بجمع هسولف عليكم واخذ علومكم كيف والله ما لا خلنا لين نوصل مليون الحين وصلنا 600 كبسوا بس كبسوا يلا بعد انا المسيار زين تجي ذا وتسولف انت وياه وتجي ذا بس ما نبي معلمين منه بنروح له عشان ما تجي علوم على طول كذا قست اخير كيف تبون سبيس يعني ولا ايش تبون صح ان المسيار اللي يكسر رجلانا كل شوي ظاهرين وجايين ظاهرين وجايين ظاهرين وجايين بس عادل زين لا نضحك صدق مرسل علي اللوكيشن حق البرنامج القادم من؟ شواف ولدان ما هو بنفس اللوكيشن حقنا؟ لا يختلف شوف شلون قوي قريب يلا عندنا في السناب يلا اللي بيشوفه يروح للسناب أنا نزلت الآن اللوكيشن الجديد حق القناة ليه تنزل الحين؟ ليه؟ لا احذف ليه؟ احذف دقيقة ينزلون العيال كلهم لا بيروحون يشوفون ذا الحين وخلونهم عاد كبسوا أنت بيهم يطلعون بس بطريقة محترفة؟ لا يا بالحلال الحركات يا أبو سلطان ها؟ يشوفونه لأن الشباب بينزلونها الحين أكيد خلاص تم الحين وش الفائدة إنك توصل مليون الحين؟ تكبيس يا أخي زين طيب. يا أخي أنا كسرت صبعهم عشان يوصل مليون بعدين يعني وش الميزه اللي فيه؟ كيف وش الميزه؟ يعني انت كم ما بعد وصلت مليون؟ انا وصلت 3.5 طيب وخلاص هم عندنا ننبسط هم ينبسطون كلنا ننبسط وصلنا مليون مليونين ثلاثه بعد مليون ترى شوي ما كتبت على شيء ذا خليني اكتب عليه تكتب عليه مليون؟ لا وش الفائده تنزل الصوره هذه؟ كلهم بيشوفونها تشويقيه هذا بعد تشويقيه ليش انت تنزل ولا لا؟ ليه؟ يخذوا لوكيشن جديد الحين يعني خلاص العيال بينزلون ليش تنزل هذا؟ هم بيشوفونها من عند العيال طيب جمهور يلحق بعد يشوف هي جمهور يلحق بعد يشوفوني يا اخي خلاص نكبس الله يشغل بيس كبس خلاص ترى الاساطير لا واحده بواحده انا بشوف الاساطير انتم عندي صراحه احنا تزعلنا اليوم بس ما يطول زعلكم اعرفكم ما يطول زعلكم حبيبي انكم تسلمون قستات ما عاد بداخل لان بنوصل مليون وبنقفل لان والله ان الشبكه انا بدات تضعف هي كان سمين الشبكه بعدين بدات تضعف لا لا عاد تاخر يا نومان والله يا الربع شوفوا اقول لكم حاجه الحين انا والله ما تلقون مثلي في التويتر راسل وفي السناب راسل ايش بعد تقول بسم الله ما تلقون اذا نزلتوا في التويتر لاني معكم واذا نزلتوا في السناب لاني معكم ترى انا فهمت شويه عديل التويتر وشويه عديل فهمت يا اخوان انا صار عندي لياقه من كثر ما اروح يمين يسار والله يا اخي والله العظيم اهرول من بين البرامج اهرول لو داخل نادي ما سويت مثل كذا نبي بث الصباح شوفوا الصباح حلاوته
انك تطلع وتدخل وتشوف هذا وتضحك مع ذا شوي يعني تبدل يعني شوي مع مثلا نايف ثامر شوي مع ناصر وشوي مع فلاح وشوي مع يعني كل خمس دقائق مع عند واحد. هذه حلاوته. بس بث ذا الحين والصباح نفس البث احسن ما له طعم. خلاص خلي هنا بث وسوالف وضحك، وفي الصباح بث سير على الناس. انا اذا مجهز لي باص ذاك اللي يجون باصين جميع عشان نركب جميع ونروح. بعدين سبيس بقول لكم حاجه فيه والله العظيم اني اتكلم جد. الحين سبيس لا فتحت سبيس كل يحكي من عنده. ما عاد ادري من ارد عليه، ارد على ذا ولا ارد على ذا ولا ارد على ذا، والله ما ادري من ارد عليه. وبعدين حتى في سبيس ما اخذ راحتي. ما اعرف اخذ راحتي في سبيس. تقدر تعطي مايكات. انا اللي بيدخلوا الناس انا اعرفهم كلهم، ولا يبرد ان احد يطلب مايك. مستحيل اني برد اطلب مايك بعدين. سلطان يراسل المدرس للحين. انا قد المدرس انا ارسل الشباب الجداد. كبسوا يا الربع كبسوا. نبي الوادية مناحي. والله اللي يبشروا ما طلبتوا شيء اصلا. كيف راح الوادي في اقرب وقت؟ ليه لا يكون وكيل انحاش؟ ليه جايكم علوم ولا شيء ولا شو فيكم كلكم روحوا وادي اقرب وقت؟ إذا وكيل انحاش علموني عشان أخلي كمال ينحاش. أنا زراعة. إيش؟ نقول شيء في وجهك لكن شو هم حفظ الحين وفي ال. هي إيش؟ حتى الكلام مو قوي أنا حتى رأي بعض المدرسين. تسمع حطك على سكر. هذا وش؟ هذا مدرس؟ ايه بس التويتر الحين شلون احفظها؟ من ينزله؟ اسمه حد اسمه ندو ما ادري اسمه. اسرع منزلوه، والله لو ان لو ان في مدرس بيمدحني كلمه. ما في. دقيقة بفكر اشوف مدرس بيمدحني دقيقة. ما في دق على وكيل يمكن يمدحك. وكيل ما يمدحني ما يحتاج، بيمدحني عشان الراتب بينزل عقب يومين له. بس دقيقة. من اللي بيمدحني؟ من اللي بيمدحني؟ خليني افكر. انا تعرف تويتش. والله ما حصلت احد بيمدحني. صدق ابن احب اقول لك حاجه. وش؟ يعني كانت هالتفاصيل عندي انا ما تطلع للجمهور. وش هي التفاصيل؟ تفاصيل يعني بالاجازه تطلع لها. أيام ذكريات المدرسة، ذكريات برضو في الرحلة البثوث اللي تقريبا نسوة بدأنا فيها ما كانت تطلع للجمهور يعني. كان تركي بس الدخوليات وينتهي يعني دور المشاهد بين تركي والدخوليات فقط يعني. بس برضو ما كانت الدخوليات يعني كثيرة يعني أتكلم عن يعني خليني أقول لك بالكثير خمس ساعات على مدار النسخة كاملة اللي هو 90 يوم. الآن بث عدد ساعات كبير بس لا زلت بعد فيه شويه رسميات. لا زلت ترى والله ما بعد ظهر يعني ترى جوه ملكي مو عشان اسمع لا والله بس اقسم بالله ان ترى جوه ملكي لا في ذبات ولا في ضحك ولا يب على سالفه هذه انت وبعدين بس ما بعد طلع شيء. انت عندها ريالتي حلو ولا ما انت الان ايش؟ يعني في اشياء انا اشوف الشخصيه الاولى كانت افضل ترى الغموض زين يعني انا من وجهه نظري ان الغموض انه زين يعني كثره ال يعني الفوكس على الشخص مش حلوه يعني. كيف الغموض زين؟ لا خلي الناس يعرفون ان روحي حلوه. ليش يعرفون اني صامت واني بس اجي اقول قرارات واطلع وكذا؟ لا ما هي بحلوه.
حلو انهم يعرفون ان عندي روح حلوه اني اسولف واضحك وانبسط واستانس. يعني وجهه نظر. هذه وجهه نظر. كم بسوي الربع؟ يعني كم وصلت التكبيس؟ هذا 900 850 باقي 150. لما يدخل عليك شوف. 850 لذا الدرجه ما تصدقني يا ابو سلطان. تعرف يعني انا مستحيل اكذب عليك. الا اذا مر له مرتين ثلاث في اليوم، غيره ما اكذب عليك مستحيل. بيض الله وجهي، والله لو عندي عقال الله مش اللي بستعمل، ما عندي. شغل اغنية، لا مستحيل. مستحيل ان شاء الله. اي على طول، والله شوفوا بقول لكم حاجة. ابو سلطان عنده طريقة يعني بعض الأحيان أنا أسوي حاجة أحسب أفكر إنه ما يدري إني سويتها. بس بعد يومين ثلاثة يسألني منها، هل أنا سويت الشيء ذا؟ عشان كذا إذا سويت حاجة ما بيدري بها أقعد أفكر هل أنا سويت؟ وهل هو درى؟ هل هو ما درى؟ أنا كيف أدري إنه ده؟ ينفرط مخي، يفرط مخك، عشان كذا خلاص تروح أنت تعترف على طول ترتاح، تيجي تعلم تقول الاحتضان ما أنا سويت كذا. اللي بتسويه هذا أنا قدامك. والله يجيب معك طرايق كذا ما يعلمك. كيف؟ والله ما اقرا كلام اصلا هو مش بقول. جاس وش تبي انت؟ انا بدي اشوف كل يسالون. والله ما ادري وش اللي اليوم انتوا زعلتوا علي، انا خابر زعلنا ما يقيس خمس دقائق او عشر دقائق، ليش انتوا ما بغيتوا ترضون اليوم؟ وش السبب؟ يعني تشوفوني ما رقدت الا الساعه ممكن الساعه 10 او 11. وش ذا اللي يرقد ساعتين ويقوم؟ هذا ديك ما ذا بادمي. ساعتين ويقوم. وش ذا النوم ذا؟ طب انا اليوم متى رقدت؟ انت اليوم متى رقدت؟ ما ادري والله. رقدت متاخر، رجعنا من الفطور. الظهر وانا صاحي. الساعة 8 7 كذا. طيب جزاك الله خير، صحيت متى؟ الساعة 1 2 انا ما رقدت الا 11 او 12. ارقد اقوم الساعة ارقد 12 واقوم الساعة 2. والله لو وش؟ وبعدين انت حتى ما صحيتني. وش تبي اسوي؟ وش سحرك؟ سحر شوف ذا الحين وش سحرك؟ اسولف انا وياكم اضحك انا وياكم. اسئله السناب وارد في التويتر ولو بعدين منزلين صوره منزلين صوره واحد عنده 20 جهاز ويقول هذا مناحي في التويتر والسناب. لا تنسى حمود زهلوه لا جيت الوادي شريت له. عارف اللي بيخطر لكم زهلوه. بشتري له زهلوه زهلوه. ما يحتاج توصيه في القلب هي. حلو اشتري لا واضبط وضعه ازهله بس. الله وصلنا مليون. الله يبيض وجيهكم ويطول اعماركم ولا يهينكم. بس دقيقة بس. حلو بيض الله وجهك يا سين وبيض الله وجهك يا دوسر والنون ومزرعة يا سلام وعبير وفن وميم وخلود وام محمد وهديل ونورة وشذا وخلود وان والغلا وكلكم يلي كبستوا بيض الله وجيكم. اي مزرعة الله ما شاء الله عليه لكم. هذا المزرعة اللي افطرنا فيه صاير يتابعني. الله بيض الله وجهك بيض الله وجهك مفطرنا وتدعمنا اقسم بالله ان علومك كلها طيبة. بس ابي اسالك يا مزرعه الحليب اللي انا شربنا اليوم مش هو حليبه؟ اربه بس مو في وزتنا فقعت رؤسنا اربه ما هو بهو بس. اقسم بالله العظيم لو ابو سلطان هم معي يا ذا الوزه اللي صياحها فقع راسي لا امهطها على ذنها لين ما تصيح.
ترى الله هي شغل العدو. قسم بالله تقول حكم مباراة كل شوي صايح تنبذني. عاد ان شاء الله باذن الله ان كاننا وصلنا الرياض ان شاء الله وان يعني ما نب تعبانين ولا شيء سيرنا على الربع اللي انتم خابرين. ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. وش ليه ما قفل هي عاد سلطان؟ تحيه ايش؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه كذا ها متكفي يا. وش كفي ليه اه كذا ليه دقيقه ما تبو من والله وجهي مو مبين ولا يحتاج تحيه والله مو مبين خلاص حلو بيض الله وجهكم يلا ودعناكم الله. أمي شعتي بن حلال بعيد